مشاهدينا الكرام، من يوم كان هناك أكثر من مؤتمر صحفي، مؤتمر فني ومؤتمر إداري، خاصة أن هناك أمور تنظيمية وإدارية للتجهيز لمباراة السوبر. وبالفعل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم طبعا بالتأكيد معني باستضافة السوبر المصري مع الاتحاد المصري لكرة القدم صاحب تنظيم بطولة السوبر. لذلك معي لقاء هام جدا مع سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. يا فندم برحب بك على شاشة قناة الأهلي، وهذا اللقاء الثاني على شاشة الأهلي بعد اللقاء الأول عندما تم إعلان كل تفاصيل المباراة في السوبر المصري هناك في القاهرة قبل حوالي 3 أسابيع من الآن. أول شيء نقول أهلا وسهلا فيكم في دولة الإمارات، وأهلا وسهلا فيكم في مدينة العين. نحن سعيدين بتواجدكم، سعيدين بتواجد الفرق المصرية والاتحاد المصري والجماهير المصرية نسخة ثالثة إن شاء الله في دولة الإمارات، وإن شاء الله تستمرون على طول معنا. وكان المؤتمر الصحفي كان هناك استفسارات وتساؤلات عديدة، لكن أبرز المعلومات أو الأخبار اللي ممكن الجمهور يستفيد منها قبل استضافة المباراة ب 24 ساعة. اليوم بالنسبة للجمهور الأبواب تفتح إن شاء الله الساعة 4، في أحداث مصاحبة يمكن أعلنوا أن اليوم فنانة شيرين بتبدأ تقريبا الساعة 5 إن شاء الله من خلال الحفل اللي بتقيمه هنا في استاد هزاع. في فعاليات جدا مصاحبة فانزون، وأيضا هناك أمور يعني بتكون تخص الجماهير. نحن يعني اليوم أهم شيء عندنا أن الجمهور يتابع التويتر، سواء كان التويتر أو وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان عن طريق الاتحاد المصري أو عن طريق شركة برزنتيشن أو اتحاد الإمارات للكرة ومجلس أبو ظبي الرياضي. في مسابقات موجودة هناك، أيضا معلومات عن البوابات وأيضا المواقف وأماكن التواجد والفعاليات المصاحبة. طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة وطاقم تحكيم إماراتي من قبل الاتحاد الإماراتي، معلومات عن هذا الطاقم التحكيمي، طاقم تحكيم دولي؟ طبعا طاقم تحكيمي دولي ومن النخبة، اليوم طبعا بقيادة الحكم الإماراتي عمار الجنيبي. اليوم الطاقم التحكيمي هذا رجع من كأس الخليج مسبقا، الحين كان يدير مباريات كأس الخليج 23 في الكويت، يعني شهد مباريات عدة سواء على المستوى الآسيوي أو المستوى الدولي أو على مستوانا في المحلي. فإن شاء الله بتكون تجربة طيبة لحكامنا وتجربة طيبة مع الفرق المصرية، وإن شاء الله هذا أول مرة تصير عندنا في دولة الإمارات أو أن السوبر يدار عن طريق الحكام الإماراتيين أو السوبر المصري يدار عن طريق الحكام المصريين. فهذه خطوة خير إن شاء الله، وإن شاء الله بتحقق فوائد فنية للطرفين. من خلال هذا المؤتمر الصحفي اللي تم الإعلان فيه تفاصيل استضافة الاستاد هزاع لهذا المباراة، التنسيق بين الاتحاد الإماراتي والاتحاد المصري مع كلا الناديين مع الشركة الراعية شركة برزنتيشن سبورت، أكيد كانت هناك اجتماعات عديدة وكثيرة خلال الساعات القليلة الماضية. طبعا نحن قبل ما نتكلم عن الساعات الماضية كان في اجتماعات مسبقة وعلى مستوى يعني خلينا نتكلم عن أشهر ماضية، ونحن كل ما نخلص حدث يكون ان الجلسه نحدد فيه الحدث اللي بعده ووقته ونحدد السلبيات والايجابيات اللي صارت في الحدث لمعالجتها في الفتره القادمه. كان فيه يعني انا اشكر سعاده الاخ عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي على تعاونه الدائم لانجاح هذا الحدث ونقل رؤيه مجلس ابو ظبي الرياضي في استضافه الاحداث الرياضيه على مستوى الاماره، واشكر ايضا استاذ هزاع والعاملين والقائمين فيه على تعاونهم يعني لمتابعة أدق التفاصيل بالتعاون مع أيضا الأخ والصديق محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن. اليوم التيم اللي موجود هنا في استاد هزاع يعمل كخلية نحل من خلال التفاصيل اللي موجودة في الملعب وأيضا التفاصيل اللي ماشيين عليها يمكن دقيقة جدا، هي لستة كبيرة أكثر من 500 نقطة في التشيك ليست. إذا بتبدأ يعني أدق التفاصيل 500 نقطة في التشيك ليست، يعني أنت إذا بتتابع يعني أدق 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 التفاصيل. ويمكن بعد ما أطلع من هني إذا كان في فرصة ممكن أعطيك حتى النموذج اللي قاعد نشتغل عليه، النموذج نموذج كبير يعني ليس لليوم فقط، يتكلم من يوم
تم الإعلان إلى ما وصلنا نحن هنا، لأن إذا ما تمشي يعني نقطة بنقطة ما بتخلص، لأن يعني ما تنجح. أنت اليوم تتكلم عن المنشأة وجهازيتها، الملعب، ملعب التمرين، التلفزيون، الإعلام، الصحفيين، أماكن الجلوس، السكيورتي، المواصلات، يعني وفي كل نقطة بتلقى نقاط أخرى تتبعها فرعية. فأنت اليوم هذه النقاط ما أجت من فراغ، أجت من تجارب عملناها في دولة الإمارات، تجارب في استضافة كأس العالم للأندية، في استضافة كأس آسيا، النسخة الثانية هاي اللي تقام عندنا إن شاء الله، ستقام عندنا إن شاء الله للمرة الثانية. فهذه التفاصيل، البرنامج هذا موضوع ل 365 يوم، ف يعني سنة كاملة من وإلى. معي في هذه اللحظات الاستاذ محمد عبد الله، سعاده محمد عبد الله هزام الظاهره، وبالتاكيد انا حابب اشكره على شاشه قناه الاهلي، ان الاتحاد الاماراتي لكره القدم كان له دور كبير جدا مع الاتحاد المصري في الشكل والتنظيم لهذه المباراه والسوبر والنسخه الثالثه هنا في استاد الزعب. نشكركم ونتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله الاتحاد الاماراتي خلال الفتره القادمه كمان نتمنى له التوفيق على المستوى الاسيوي والمستوى الدولي، ونشوف الاماراتي باذن الله في الاحداث الدوليه الكبيره في الفتره القادمه ان شاء الله. وكل التوفيق ان شاء الله بعد لمنتخبنا المصري في المونديال، ونتمنى له التوفيق. شكرا شكرا. إذا ده كان لقانا مع سعادة محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. نتمنى التوفيق يا رب بإذن الله أن تخرج هذه المباراة على أفضل ما يرام، أفضل صورة، أفضل إخراج، أفضل تنظيم، وفي النهاية بإذن الله الفوز يكون حليف فريق النادي الأهلي لتحقيق هذه البطولة بإذن الله. من الأهلي بالتأكيد والجهاز الفني واللاعبين يحتاجوا بطولات خلال الفترة الحالية للاستمرار ومواصلة المشوار، وتحديدا انطلاقة بطولة أفريقيا للأندية مع بداية هذا العام، وتكون دفعة معنوية للفريق بإذن الله في بطولة الدوري العام. تابعونا.